طالما شكلت المرجعية الدينية الجزائرية بوصلة للفكر الإرشادي، وكانت الجزائر سباقة للإرشاد النسوي في العالم العربي والإفريقي. وأن يكون لنا في هذا الملتقى الاهتمام المباشر بالعمل الدعوي النسوي والعمل الدعوي المرأة، وأن يكون إن شاء الله رب العالمين لنا توصيات هامة ومدخلات قوية في تقوية الروابط الإقليمية ما بين دولة الجزائر ودولة مصر والقطر العربي. وعليه يأتي هذا الملتقى في هذا المستوى ليتدارس هذه الظاهرة وليخرج من خلال التجارب المرشدات الجزائريات في هذا الشأن. والحمد لله، يعني أنا فوجئت عندما جئت لهذا الملتقى بأن المرشدة الجزائرية في الشأن الديني تؤدي دورا خلاقا ودورا رياديا. الملتقى الثامن لمسجد الفاتح عقبة بن نافع الفهري الذي جاء تحت عنوان دور الإرشاد الديني النسوي في مكافحة التطرف والغلو بحضور مرشدات من عديد الدول الإفريقية، جاء ليؤكد دور الجزائر في الدعوة لمنهج الوسطية والاعتدال. بهذا الخطاب المتزن الوسطي العلمي الذي جاء به أسلافنا والذي مكن لهم أن يقيموا في هذه الأرض وفي غيرها، يعني المرجعية الدينية الجزائرية يذكرونها في كل ساحات إفريقيا. منهج الوسطية والاعتدال كان ولا يزال منارة علماء الدين بالجزائر، وبه تبنى العقيدة الصحيحة للأجيال القادمة.